بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات المصرفي. النهارده كان في احداث كتير، اولها هو صدور تعليمات من البنك المركزي بخصوص استخدام البطاقات الائتمانيه في الخارج وتاثير ده على السوق السوداء وعلى الذهب. في نفس الوقت كان في تصريحات من كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي عن الحرب الدائره حاليا في فلسطين وتاثيرها على الدول المجاوره. برضه هنتكلم على البورصه المصريه والمستويات القياسيه اللي وصلت لها النهارده وايه المتوقع ليها بالنسبه للفتره المقبله والتهديدات اللي ممكن يكون الاقتصاد المصري بيواجهها في الوقت الحالي. بس لو حضرتك اتفرجت على القناه قبل كده ولسه ما اشتركتش، استأذنك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تجيلك اشعارات الحلقات الجديده. لو دي اول مره لا انتظر اتفرج على الحلقه الاول، لو عجبتك اشترك في القناه وفعل الجرس ودوس لايك واعمل شير عشان الناس تقدر تستفيد، لو ما عجبتكش دوس ديسلايك وليه سبب في التعليقات يهمني جدا ان انا اعرف راي حضرتك. اول حاجه هنتكلم عنها هو التعليمات اللي صدرت من البنك المركزي على تخفيف القيود او الاشتراطات بمعنى ادق على استخدام البطاقات الائتمانيه في الخارج، ان حضرتك مجرد هتكلم خدمه العملاء او هتزور اقرب فرع وتبلغهم ان انت مسافر وفي خلال 90 يوم من فتح الحد الائتماني الاقصى للاستخدام في الخارج حضرتك بتقدم ما يثبت ان انت كنت مسافر بره مصر. ده علشان يمنع اساءة الاستخدام اللي كانت موجوده قبل كده عن طريق ان كان في ناس بتدي البطاقات الائتمانيه او بطاقات الخصم المباشر بتاعتها للناس وهي مسافره علشان يبتدوا يسحبوا عمله او يشتروا منتجات من بره ويعملوا اعاده بيع ليها ويضغطوا على الدولار اكتر من كده. فبالتالي هو علشان مراعاة ان مش كل الناس بتقدر انها تعمل الموضوع ده وفي ناس اتضرت بسبب القرار الاول، ابتدى ان هو يوسع الموضوع او يفتح الموضوع بشكل بس بشروط انا شايف رايي الشخصي ان هي مناسبه جدا، ان لو حضرتك مسافر فعليا وما عندكش مشاكل في الموضوع ده بتبلغ البنك وفي خلال 90 يوم هتروح البنك ممكن بالباسبور عن طريق ختم المغادره وختم الوصول هيصوروه كده انت اثبتت ان انت فعلا سافرت مش هيبقى فيه مشكله. في نفس الوقت في اجراءات ضد الناس اللي مش هتعمل الموضوع ده او ان هي هتتحايل وتتلاعب على الموضوع ده، ان هو فعلا لو ما قدرش يثبت ان هو كان مسافر بره مصر هيتم ابلاغ شركه ايسكور ان هو يتم وضعه على القوائم السلبيه وعلى قائمه ان هو ما يتمش اصدار اي بطاقات ائتمانيه ليه مره اخرى، وممكن الموضوع يوصل للتعاملات المصرفيه بشكل معين. ده ادى الى انخفاض كبير في سعر الدولار في السوق الموازي بعد ما كان وصل عند مستويات ال 48 جنيه، انخفض على وقت تصوير الحلقه عند مستوى ال 45 جنيه، وبالتبعيه طبعا اسعار الذهب ابتدت تنخفض. ده اللي انا كنت بتكلم مع حضراتكم عليه في حلقه امبارح، ان هو الذهب الارتفاع اللي موجود فيه مش بناء على طلب فعلي او بناء على ان السعر العالمي ارتفع، لا ده بناء على ارتفاع السعر الموازي او سعر السوق السوداء. اللي انخفض بمجرد ما صدرت التعليمات دي وان الارتفاعات اللي كانت موجوده كانت ارتفاعات غير مبرره، فبالتالي ما بقاش في حجه للتجار ان هم يرفعوا بالاسعار اللي موجوده في الوقت الحالي. ثاني حاجه هنتكلم عنها هي البورصه المصريه النهارده وكسرها لمستويات تاريخيه جديده عند 23262 نقطه، وده كان مدعوم بشراء من المؤسسات المصريه والمؤسسات الاجنبيه، ولسه مرشح ان البورصه المصريه ترتفع بقوه لسه في الفتره القادمه وتوصل لمستويات ال 25000 نقطه. وزي ما بتكلم دايما مع حضراتكم لازم يبقى في نسبه من اجمالي استثمارات حضرتك تكون في الاسهم اللي موجوده. انا برشح دايما ان النسبه دي تبقى ما بين 15 و20% واتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل اكتر عن النسب دي في حلقه هسيبها لحضرتك في صندوق الوصف. نيجي بعد كده بقى لتصريحات كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي وتعليقها على ان الحرب الحاليه في فلسطين هتاثر طبعا على الدول المجاوره وعلى راس قائمه الدول دي هيبقى مصر والاردن ولبنان بأشكال مختلفة سواء بسبب الغاز أو بتأثر السياحة أو النقل والتجارة اللي موجود، وهما شغالين مع على برنامج مع الأردن ومع مصر، وفي نفس الوقت في مباحثات بناءة وبتحصل حاليا مع السلطات المصرية وإن هما مستمرين في البرنامج وبيتوقعوا حدوث تقدم في الفترة المقبلة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للموضوع ده، وإن مصر قدامها تحديات كتير في الفترة الحالية خصوصا مع تأثرها الكبير بالأزمة السودانية اللي موجودة والأزمة الروسية الأوكرانية وهي كانت على رأس قائمة الدول المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية. West Bank economy is quite dramatic. The impact on the neighboring countries is likely to also be significant, although it is too early to quantify how significant it is going to be. We know that tourism, investments, the cost of trade, of transportation, the insurance cost, possibly movement of people, all of this is going to be impacting Egypt, Lebanon, Jordan, first and foremost. In the case of Egypt, we are very constructively engaged to support Egypt in this very challenging
challenging time. Let's remember Egypt. Egypt is also being impacted by the crisis in Sudan. And it was one of the countries most severely impacted by the war Russia started in Ukraine. طيب ايه بقى التهديدات اللي انا كنت بتكلم عليها قبل الانترو اللي احنا بنواجهها في الوقت الحالي؟ انا في رايي الشخصي اكبر تهديد بنواجهه غير الازمه الاقتصاديه، احنا كلنا مجتمعين ان في ازمه اقتصاديه قويه مصر بتواجهها بسبب عوامل كتير جدا. للاسف في ناس ما كانتش مقتنعه ان مصر متاثره بالحرب الروسيه الاوكرانيه وان هي دي مجرد حجه علشان تبرير الوضع الحالي او الازمه اللي احنا موجودين فيها فعليا. زي ما حضرتك شفت بالظبط كده كريستيانا جورجيفا مديره الصندوق وهي بتصرح ان احنا على راس قائمه الدول اللي اتاثرت بالموضوع ده وان احنا متاثرين بالازمه اللي موجوده في السودان، برضه طبعا هنتاثر بالازمه اللي موجوده حاليا في غزه وفي فلسطين. طيب ايه اللي موجود؟ اول حاجه طبعا احنا متفقين ان الازمه الاقتصاديه موجوده وان في عوامل كتير وان في مؤثرات بتحصل على الاقتصاد المصري، بس في رايي الشخصي انا برضو شايف ان في عامل مهم جدا هو احنا. مبدئيا لازم نهدى شويه في المضاربات سواء على العملات او على الذهب او على غيره. انا مش ضد ان حضرتك تتحوط ضد التضخم، ومش ضد ان حضرتك تتحوط ضد انخفاض العمله، ومش ضد ان حضرتك تحافظ على اموالك بصفه عامه، بس بشكل معقول. يا جماعه اللي بيحصل دلوقتي ده برضو نوع من انواع الارهاب الاقتصادي. ايوه في حاجه اسمها ارهاب اقتصادي، وده موجود في تعريف مركز جنيف للسياسات الامنيه ان الارهاب الاقتصادي هو عباره عن ان يبقى في مجموعه او دوله او دول تعمل اجراءات متنوعه وموسعه ومتطوره على نطاق واسع علشان تزعزع الاستقرار الاقتصادي والمالي للدوله عن طريق بعض الاعمال، وده ممكن يبقى له تاثير فوري او تاثير نفسي، واللي بدوره يبقى له تاثير اقتصادي، وان ليه اشكال كتير قوي زي ان هو دلوقتي يفرض عقوبات اقتصاديه او ان هو يغرق السوق بالسلع، او ان هو يرفع اسعار السلع الوسيطه المستخدمه في الانتاج علشان يرفع التكلفه عليك، او ان هو يزعزع الاستقرار ويعمل فتن في الدول زي ما بيحصل في السودان وزي ما بيحصل في العراق وزي ما بيحصل في سوريا وغيرها من الدول علشان يقدر يتحصل على ثرواتها بشكل مباشر او غير مباشر. ان يتحكم في اسعار سلع حيويه ومهمه جدا للانسان زي القمح، وده شفناه بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه وكان تاثير ارتفاع اسعار الحبوب بشكل كبير جدا، ده من ضمن الحاجات اللي سببت الازمه، وانخفاض السياحه برضو وقتها ده برضو من ضمن الاسباب اللي اثرت علينا. ففي عوامل كتير جدا، نشر الشائعات عن طريق القنوات الاعلاميه وان هو دلوقتي يبتدي يثير الخوف والتشكيك في البرامج والخطط الاقتصاديه اللي الدوله بتقوم بيها، وان هو يخلق عدم الثقه والشك ما بين المواطن وما بين القياده السياسيه وقدرتها على اداره الازمه، فبالتالي يحصل شعور من اللا انتماء واللا مسؤوليه، وان كل واحد يقول يلا نفسي من الاخر ويحاول ان هو يحافظ على حاجته دون النظر على المصلحه العامه. زي ما قلت لحضراتكم انا مش ضد ان يحصل تحوط من التضخم او تحوط من ضد انخفاض العمله، بس لما حضرتك بتعمل ده بشكل مبالغ فيه بيأثر عليك انت كمان شخصيا مش بيأثر على اللي حواليك بس، لان انت دلوقتي تحوط عن طريق ان انت مثلا اشتريت عمله، فبالتالي سعر العمله بيرتفع، فبالتالي دلوقتي السوق السوداء هتعلي السعر، فالتاجر اللي هيشتري هيشتري بسعر مرتفع فهيعلي على حضرتك السعر، وهكذا. يبقى احنا دخلنا في دايره لا نهائيه مش هنخلص منها وهنفضل بالشكل ده بصفه مستمره. في نفس الوقت احنا لما كنا اتكلمنا قبل كده على ان السلع اللي حضرتك شايف ان سعرها بقى مبالغ فيه ومش هتقدر عليها، قاطع السلعه دي، واتكلمنا بالموضوع ده وفي ناس هجمتني سواء على موضوع العملات او على موضوع السلع. ده اللي وصلنا له دلوقتي، ان لو كان اول سلعه او تاني سلعه تم مقاطعتها بشكل جيد ما كانش كل السلع هترتفع بالشكل ده. ده بغض النظر عن عوامل الاقتصاديه والتضخم وارتفاع العمله، احنا بنتكلم ان في مبالغات من الممارسات اللي بتتم من بعض التجار او ما كانش اغلبهم. انا ما بتكلمش على العوامل الاقتصاديه بس، احنا في عوامل اقتصاديه ومتفقين، وهرجع اقول احنا في ازمه اقتصاديه موجوده، بس في عوامل جانبيه مساعده بشكل كبير جدا بتاثر وبتزودها بشكل كبير. خلينا نبطل مضاربات، خلينا نمشي بشكل عاقل الفتره دي علشان نقدر نعدي من الازمه. ما نسمعش لاي حد بيحاول يبالغ، في قنوات بتقعد تتكلم ان دلوقتي لا ده السعر هيوصل لكذا، الحقوا اعملوا مش عارف ايه. اسمع من قناه موثوقه، ما بتكلمش على قناه مصرفي، شوف لك اي قناه تانية حضرتك لو ما عندكش ثقه في القناه دي، دور على قناه تانية حضرتك تثق فيها، بس ما تكونش بتبالغ في ردود الفعل. التقارير اللي بتصدر عالميا لو حضرتكم تتذكروا، احنا من اول تقرير صدر كان جي بي مورجان وقت ما كان الدولار لسه ب 15 جنيه و60 قرش كان بيتكلم على ان هيوصل لمستويات ال 17 جنيه وربع. اول تعويم حصل ب 18 جنيه و30 قرش. ابتدى يطلع تقرير تاني من وكاله فيتش ان احنا هنوصل عند مستويات ال 20 جنيه. بعد كده تقرير عند مستويات ال 25 27 30 وهكذا، عمالين يطلعوا بالاسعار بتاعت المتوقعه لسعر الدولار امام الجنيه المصري
واصلين عند مستويات ما بين ال 40 وال 45 دلوقتي بناء على التوقعات. انا ما بقولش ان دي مش بناء على عوامل اقتصاديه، في جزء منها عوامل اقتصاديه وفي جزء منها ان الاشاعه في الاقتصاد لما بتبتدي تنتشر بشكل كبير بيبتدي تحقيقها فعليا حتى لو ما كانش ليها اي اساس. فما بالك احنا بقى في ازمه اقتصاديه موجوده. وهتقول لي ما انت دلوقتي بتتكلم برضه على التقارير دي وتيجي تتكلم معانا عليها. انا فعلا بعد ما قعدت فتره ما بتكلمش على اي تقارير من اللي بتصدر، لقيت ان الواجب ان انا لازم اتكلم مع حضراتكم عليها، علشان انا بتكلم عنها بتكلم بكل حياديه وبتكلم على الصح فيها وايه المفروض ان احنا نشوفه. ان في قنوات اخرى لما بتتكلم بتتكلم عليها بمبالغه وبنوع من اثاره الخوف والزعزعه الاستقرار زي ما بنتكلم، علشان الناس تبتدي تخاف وتبتدي ان هي تاخد تصرفات ممكن انها تضر اكتر منها تنفع. فلقيت ان انا لازم اتكلم عنها بالاسلوب المناسب او بالطريقه المناسبه علشان حضراتكم تبقى انتوا عارفين الحاجه بشكلها ومفهومها الطبيعي والصح، وبحط امام حضراتكم جميع العوامل اللي موجوده. ده ببساطه ايه الاحداث اللي حصلت النهارده وايه التهديدات اللي احنا بنواجهها. خلينا نعدي الازمه دي على خير ان شاء الله، وان شاء الله هنعديها على خير. لازم يبقى في نوع من انواع التكاتف وكلنا نقف صف واحد في نقطه الازمه الاقتصاديه عشان نقدر نعديها على خير. وحضرتك ما تقوليش ان مفيش نظريه مؤامره، لان كل حاجه بتحصل حوالينا دلوقتي بتاكد الموضوع ده ان في نظريه مؤامره موجوده. فلازم نحاول على الاقل، مش هقول لحضرتك صدق اللي انا بقوله بنسبه 100%، بس على الاقل حطه في اعتباراتك ان ممكن يكون في نسبه من الحقيقه ومن الصح ولو 1%، وحاول تتصرف بناء على النقطه دي. ودي كانت حلقه النهارده من المصرفي، يا رب اكون قدرت افيدكم بالموضوع ده. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تجيلكوا اشعارات الحلقات الجديده، ولو الحلقه عجبتك دوسوا لايك واعملوا شير عشان الناس تقدر تستفيد، ولو ما عجبتكش دوس ديسلايك وقول لي سبب في التعليقات، يهمني ان انا اعرف راي حضرتك. واشوفكم على خير، محمد رجب.